اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. والنهارده الحقيقه الكل فرحان ولازم نفرح بالانجاز اللي حصل النهارده وتاهيل المنتخب الاولمبي لكره القدم لدور ربع النهائي في اولمبياد طوكيو. الحقيقه البعض كان بينتقد اداء لاعبتنا في المباراه اللي فاتت مع الارجنتين، لكن بصراحه النهارده اللعيبه كانوا رجاله، كانوا كلهم منورين في الماتش وكلهم منورين في المباراه. بنتكلم على الشناوي ورمضان وحجازي والونش، حتى البدلاء الحقيقه كانوا مصرين واخدين قرار ان هم لازم هيكسبوا. الكل كان واقف على رجل واحده في المباراه والكل كان عايز يكسب عشان احنا المصريين نفرح. احنا بنقول لهم تسلم ايديكم يا رجاله، شرفتونا وعقبال المباراه اللي جايه قدام البرازيل ان شاء الله. الحقيقة مش بس منتخب الكورة اللي شرفنا، كل اللي شارك في البطولة كانوا قد المسؤولية، وده في حد ذاته لازم نتوقف عنده. صحيح احنا ممكن نكون ما خدناش ولا ميدالية ذهب لغاية دلوقتي، لكن ممكن الأيام اللي جاية إن شاء الله نحقق مكاسب أكتر. لكن كل اللي شارك في البطولة ما يمنعش إنه نقول لكل اللي شارك في البطولة وهو حتى لو خسر أنت بطل، سواء اللي خرج من البطولة زي عمر عصر مثلا اللي فاز على بطل العالم في تنس الطاولة لكنه يعني ما توفقش قدام اللاعب الصيني النهاردة، لكن هو فاز على بطل العالم. طب هنطلب منه ايه؟ كان ممكن يحقق أكتر، لكن مستوى ده في حد ذاته كويس جدا، لازم نقوله شكرا. لازم نقول لكل اللعيبة اللي لسه عندهم ماتشات، لازم يا جماعة نشجعهم، لازم نقول لهم ان احنا معاكم، بندعمكم، بندعم منتخب اليد اللي فاز على اليابان النهارده، بنشجع منتخب كرة القدم اللي عنده يوم السبت اللي جاي مباراة كبيرة جدا مع البرازيل. طيب أكيد دلوقتي السوشيال ميديا كلها بتسأل هو احنا ممكن نكسب البرازيل؟ يعني أنا لازم أرد أقول لهم وليه لأ؟ لو شجعناهم على السوشيال ميديا ودعمناهم ونقول لهم ان انتوا تقدروا، اكيد ده هيبقى حافز بالنسبه لهم مهم جدا علشان يكسبوا يوم السبت ان شاء الله. مبروك وفرحتونا النهارده، والبرونزيتين كمان في التايكوندو فرحونا جدا، والاستقبال كان جميل جدا النهارده. والنهارده زي ما بقول لحضراتكم كده، بتقولوا ان احنا ممكن نكسب يوم السبت البرازيل، اقول لحضراتكم طب خلوني اسالكم انتوا سؤال، هو انتوا كنتوا متوقعين ان احنا نكسب استراليا النهارده؟ خليني ارحب بكابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي. كابتن عصام مساء الخير يا فندم. اهلا استاذ عزه وكل متابعي صدى البلد، ما اجمل صدى البلد في الفرحه دي، يعني بس صدى الفرحه كبيره لاجوائنا مصر الجديده، كنوز المواهب المبدعة المصرية يعني تتلألأ والله بالكلام، كلام من القلب في طوكيو بآمال وطموح لأجيال جديدة قادمة بعنوانها من 30 يونيو 2013 مصر الجديدة. تلاقي نفسك مستنكرة، تلاقي نفسك في الجمهورية الجديدة بالفعل يعني. الله الله، أنا بس أتمنى أسمعك أفضل من كده لو أمكن، حتى بقول ده لزمايلي في الاستوديو. طيب تسمحي لي أتحرك من مكاني. بالظبط كده، ارجوك ما طب خلينا خلينا نحاول نتصل بحضرتك تاني عشان الصوت يبقى اوضح كابتن عصام بعد اذن حضرتك، لانه يهمني ان انا اسمعك في تقييم اللي فات وفي رايك في اللي جاي ان شاء الله ازاي ندعم كل ابطالنا وكل لعبتنا. خلينا رحب وبارك بالمهندس هشام حطب معانا على التليفون. يعني باشمهندس هشام ببارك لك، طبعا انت على اعصابك طول الوقت وطول مع اي لعيبه ومع اي ماتشات انت على اعصابك طول الوقت، ببارك لك وقولي احساسك ايه النهارده. الحمد لله الحمد لله كده، ربنا وفقنا النهارده للنتائج الكويسه في الكوره وفي كره اليد. نعم ان شاء الله كده ربنا، والنتائج الثانيه اللي مثلا كانت موجوده في تنس الطاوله اللي يقدر يكسب يعني يلعب مع بطل يوصل لغايه الادوار دي ويكسب ابطال العالم كلها عمر عصر. أيوة. وعندنا ناس كتير برضه جايبه نتائج كتير، خامس وسادس طبعا خامس وسادس صح ما عندوش ميداليه، انما خامس على العالم في اعلى مستوى التنافس، فطبعا دي حاجات يعني
كويسه جدا وبتدي دلاله على حسن الاعداد وحسن التجهيز ودعم الدوله قد ايه اللي كان موجود للرياضيين المصريين. فان شاء الله كده يعني بدعوات المصريين ربنا يوفق هنا ويجيب نتائج احسن من كده وميداليات زياده عن كده باذن الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. باشمهندس هشام، مبدئيا راضي لغايه دلوقتي على النتائج اللي اتحققت؟ الحمد لله الحمد لله راضي، وكمان يعني احسن كمان ما احنا كنا متوقعين الموضوع ده. احنا ما زلنا عندنا الامل، واللي احنا كنا بنقول التنافس بتاعنا هيبقى، عايزين نقول ان احنا قلنا الميداليات، احنا بنقول التنافس اللي ممكن بالتوفيق يجيب لنا ميداليات لسه في الالعاب اللي جايه اللي هي الكراتيه والمصارعه والخماسي، وواحد واحد في الجودو، وعندنا فريق لسه في السلاح ما خلصش، والفوسيه باذن الله عندنا يعني خمس ست العاب، الالعاب اللي احنا توقعنا فيها التنافس العالي والاحتمالات الاكثر في الميداليات هي في النص الثاني، في النص الثاني من الدوره الاولمبيه اللي هو بتبتدي من بكره ومن بعده، مش النص الاولاني. في النص الاولاني الحمد لله النتائج اللي احنا خدناها الميداليتين زائد النتائج المشرفه جدا جدا، والمشرفه دي برضه حاجه كويسه لما نقول الواحد خامس وسادس، واثنين من السلاح كانوا طالعين بدور الثمانيه، يعني الثمانيه الكبار على مستوى العالم في السلاح كان فيهم اثنين مصريين وسته غير مصريين، 25% منهم مصريين. دي طبعا دلائل كويسه جدا على قد ايه الرياضه بتتقدم، زي ما كل حاجه بتتقدم دلوقتي تحت رعايه طبعا فخامه الرئيس، واللي احنا بنشوفه حاصل اليومين دول اكيد احنا برضه بنمشي بنفس الرد ده باذن الله. اكيد. باشمهندس هشام، واضح انه حضرتك متفائل للي جاي، يعني فهمت من كلام حضرتك انه الرهان على اللي جاي اكتر من اللي فات. باذن الله اكيد. باذن الله اكيد، انا اؤكد انا كده اللي جاي اكتر، التوفيق بتاع ربنا كان هنا نعمل، لو كان التوفيق بتاع ربنا هنا اكيد هيبقى اكتر، هيبقى ضعف اللي جاي باذن الله، اذا كان بنفس التوفيق اللي كان ربنا وصاحبنا فيه باذن الله. باذن الله. من شويه واحنا بنحاول نتواصل مع حضرتك كان عندك اجتماع، كنت مجتمع بلعيبه، قول لي كنت مجتمع بمين وبتقول لهم ايه؟ والله احنا كان عندنا الاجتماع باللعيبه بتوع المصارعه، احنا عندنا امل كبير في المصارعه، عندنا ابطال كبار في المصارعه، كان مصارعه نسائيه او مصارعه الرجال في المصارعه الروماني. كنت بقول لهم ان انت مش اقل من الناس اللي موجوده، مش اقل من الناس اللي جابت ميداليات من المصريين ولا غير المصريين، اهم حاجه الجد، واهم حاجه اللي الواحد يبذل كل المجهود اللي عنده وكل الجد اللي عنده، مش هي الميداليه انما هي مصر اللي قدامنا، هي التقييم هيبقى بقد ايه بالمجهود اللي اتعمل بالاعداد اللي اتعمل. واحنا شفنا فخامه الرئيس لما هنا منتخب مصر للهاندبول لما كنا طلع في المركز السابع، لا كان خد ميداليه فضه ولا برونز ولا ذهب، انما التقييم على الاداء والتقييم على التجهيز والقيمه والتقييم على قد ايه الحرص في تبذل المجهود عشان اسم مصر اللي موجود في قلب الناس دي كلها. ايوه. طيب هو كنت متوقع ان المنتخب النهارده يكسب استراليا؟ الحقيقه انا دايما متفائل بالمنتخب، متفائل بالمصريين وتصميم المصريين يهزم اي حاجه، احنا يعني حضرتك اللي عدى خط بارليف يقدر يهزم استراليا بسهوله، يعني مفيش مشكله في الموضوع ده، ده التصميم يقدر يعمل كل حاجه، ومصر عندها التصميم ان شاء الله يبقى ده موجود، والحظ معانا والحظ يبقى معانا كويس، التوفيق معانا كويس، منتخب الكوره مع البرازيل احنا مش بعاد عنهم، احنا زيهم وان شاء الله نبقى احسن منهم. متفائل لماتش السبت؟ اذا ربنا اراد متفائل، والروح بتاعت المصريين جامده جدا جدا، اقوى كتير من موهبه البرازيليين باذن الله. طيب والروح المعنويه للمنتخب النهارده بعد الانتصار اللي حققه على استراليا، الروح المعنويه بقت مرتفعه وعاليه جدا عن طبعا نتيجه الماتش اللي فات، فبالتالي طبعا اعتقد طبعا ان دخوله يوم السبت هيبقى روحه مختلفه عن او مكمل كمان بالروح اللي حققها النهارده. باذن الله يا فندم. باذن الله. الالعاب الفرديه احنا بنكسب فيها اكتر من الجماعيه يا كابتن، مش كده؟ الصوت مش واضح يا فندم، معلش. بقول لحضرتك احنا المصريين في الالعاب الفرديه بتكسب اكتر من الجماعيه؟ لا يا حضرتك، احنا موجود دلوقتي في الجماعيه، احنا شفنا الهاندبول ازاي والكوره ازاي، انما احنا طبعا عندنا يعني في الالعاب الفرديه عندنا نتائج كويسه جدا جدا، وان شاء الله احنا شفناها وهنشوفها اكتر في الايام الجايه باذن الله، ربنا ان شاء الله هيوفقنا، لان شايف برضه الالعاب الفرديه احنا متميزين وعاليين في التصنيف بتاعنا، والولاد الموجودين دلوقتي هم في بطولات العالم اللي فاتت اللي كسبوها هو قابلوا نفس
نفس الناس اللي هيقابلوها برضه في الاولمبياد هنا، في الاولمبياد هنا، فاللي كسبوه قبل كده اللي يمنع يكسبوه المره دي كمان بالتصميم ودعواتكم ان شاء الله يكسبوها ان شاء الله. انا عايز اسال حضرتك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. كنت زعلان من السوشيال ميديا وبعض الاعلام اللي هاجم حضراتكم الفتره اللي فاتت؟ والله انا يعني عندي دايما بيقول القضاء بيقول الحكم بعد انما انا شفت الحكم قبل المداوله، فبالنسبه لي ما كانش له معنى. بس احنا ما ردناش، الرد ربنا رد بالنتائج وبجبر الناس دي كلها، فده رد ربنا اظن ما فيش بعده رد يعني. ربنا يكبر بخاطركم دايما يا رب. وبشمهندس هشام تقول ايه للمصريين من هنا لغايه الماتشات اللي جايه لكل انواع الالعاب على السوشيال ميديا؟ محتاج ايه على السوشيال ميديا من المصريين علشان نحقق مكاسب الفترات اللي جايه؟ يصبروا ويثقوا في اولادهم، ويثقوا ان هم جاهزين، وان هم الدوله دعمتهم دعم لا محدود، فما فيش كل البذل المجهود ده كله ربنا عادل اكيد هيديهم الوقت المردود بتاعته، هيدي المردود للدوله اللي وقفت مع الرياضيين بتوعها، وقفت في المنشآت اللي في مصر في التجهيز في مصر وفي التجهيز بره مصر وفي المعسكرات اللي بره مصر، اتحاداتهم وقفت معاهم، انديتهم وقفت معاهم، اللجنه الاولمبيه كانت واقفه معاهم بكل ما عندها، كل الناس بذلت كل المجهود. ربنا مش هيضيع العمل ده كله والمجهود ده كله، استحاله يصبروا ويتكلموا بموضوعيه، ولو كان اي واحد منهم له مقرب او بيصفي حسابات يخليها، لان تصفيه الحسابات دي هتيجي على حساب مصر، مش على حساب اللي هو يقصده. فدي طبعا حاجه احنا بنقول الناس تتغير، وبعدين يرفعوا معنويات الناس دي اللي لعبوا فردي وهم هاجموهم لسه هيلعبوا فرق. ايوه فاذا هتحطموا في الفردي هيجني هذا التحطيم في الفرق، وده في الاخر هم كلهم بيلعبوا باسم مصر، مفيش واحد بيلعب باسم علي ولا محمد بالزبط. ولا احمد خالص، ولكن أيوة. تفهم الكلام ده، ودي الف ب وطنيه، مش عايزين اكتر من كده. الله الله تمام، بتمنى لك التوفيق. مش عايز اخد من وقت حضرتك اكتر من كده، انا عارفه ان وقتك مشغول، بس كان لازم اهنيك ولازم من فضلك توصل كل تهاني المصريين لكل اللعيبه ولكل المصريين والابطال اللي عندك، وان شاء الله نستقبلكم استقبال كده كله فخر واعتزاز بالنتائج اللي انتوا بتحققوها زي ما استقبلنا او هتحققوها زي ما استقبلنا النهارده كده سيف وهدايا ملاك كده، المصريين استقبلوهم بكل حب يعني. بشكرك، بتمنى لك التوفيق كده ونعيدكم بكل خير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاكم، ربنا معاكم يا كابتن. كابتن عصام مساء الخير، يا رب اكون اسمعك كويس. كده الصوت افضل، كده الصوت افضل كتير الحمد لله. كابتن عصام قول لي بقى، كنت متوقع نتيجه الماتش النهارده ومتوقع النتائج اللي اتحققت؟ انا كنت متوقع انه المصريين لما بتفرجي عن ابداعاتهم بيتألقوا وبيقدموا جزء كبير قوي من حاضر مصر، بل وبيستشرقوا عن مستقبلها، لأن بينهم من هم الجيل القادم اللي لما بيخرج السيد الرئيس للكلام عن الجمهورية الثانية، وده كلام حقيقي جدا، وأنا قلت لحضرتك خلاص بقى لينا عنوان بنسخة دولية اسمه مصر الجديدة، من 30 يونيو خش يمين تبقى في مصر، مناحي كثيرة من الحياة هي نسخة دولية حقيقية مش على تماس مع الدولية. علشان كده بقول للمهندس هشام حطب لا توجد ثمة تصفية حسابات، لكن أمل الشباب، أمل الدولة المصرية التي وهبت بعثتها جزء كبير قوي من ما يمكن أن يكون بيعد لفرحة المصريين، كنا نتمنى أن نبقى عارف البعثة رايحة عندها منافسة على ميدلز كذا وكذا في ده وده وده وده، ما دون ذلك الجهد وحده هو ميدالية في عمق المصريين. السيد الرئيس توج أبطال العالم فراعنة اليد وهم في المركز السابع بمباركة على ما قدموه، لأنها كانت نسخة دولية حقيقية. يبقى الموضوع كله أن احنا بحجم ما تقدم الدولة من إمكانيات لم تقدم من قبل، وإن قدمت كانت بتقدم علشان تبقى الرياضة مطية لي يعني عقود سابقة وكأنها الإنجاز. نحن الآن في وقت إعجاز يقدم فيه مسؤول الدولة الحكومة وبتخطيط من القيادة السياسية
ما يمكن أن يكون فعلا زاوية رؤية دولية حقيقية. لاعيبة مصر في كرة القدم مثلا يا أستاذ عزة لعبوا النهاردة عكس عقارب الساعة، وأيضا محمد شوقي ووائل شيتوس والجهاز الطبي العميد صلاح عاشور وكمال عبد الواحد أحسنوا الإعداد وضغطوا على شوقي أن يخرج ما لدى لاعبي، لأنه شوقي قلق جدا من حزبة النقاط وقلق أكثر من الفيدباك اللي هيجيله زي ما حضرتك كنت بتقولي للمهندس هشام حطب، علشان كده أفرج عن المايض وقالوا له لا تنسى أن منتخب مصر اليوم هو منتخب مو صلاح والنني وتريزيجيه ومصطفى محمد و30 40 لاعب تحتجزهم الانديه بالاكراه الكروي حتى لا يخرجوا لمنظومه عالميه. وبالتالي مين يقول ان المصري حين ياخذ الفرصه حين تعطيه كامل حقوقه في ابداع ما يكونش حاضر في الميعاد؟ على فكره سيف وهدايا ملاك عنوان ل مصر الحاضر ومصر المستقبل، على فكرة أثر لما يبقى واحد من ثمانية في تنس الطاولة ويفوز على بطل العالم، فالمصنفين الثمانية في الألعاب الأولمبية هم الثمانية أبطال العالم. طبعا للميداليات بريق، ولكن من الذهب لثمانية هم أبطال العالم. ده منظور أولمبي معروف يا أستاذ. عايز أقول لحضرتك حاجة يا كابتن عصام، يعني خلينا نفكر كده، لو السوشيال ميديا المصرية اشتغلت بدعم وبدفع وبتشجيع كل المصريين اللي لسه موجودين في طوكيو، انا بتكلم على اللعيبة المصريين والابطال والكباتن اللي موجودين هناك، اعتقد ان ده يشجعهم بنسبة اكبر. يعني فكرة التشجيع، احنا محتاجين دلوقتي نقف جنب اللعيبة المصريين علشان يكملوا فرحتنا، ده اللي اقصده. الناس ما بتعملش غير كده، لكن انا يعني احترم طبعا جوز المسؤولين، لكن مش كل مسؤول يفهمنا ان هو مصر، وان كلمه نقد هنا واخرى هناك معناها التجرع على البلاد والعباد. ده مش صحيح، مع احترامي لجهدهم، يعني الناس طول الوقت بتسبورت النجوم، وانا اوضحت لحضرتك ان مصر بقدراتها وبما تعطيه الدوله الان، وده مش كلام، ده حقيقي على الارض، الناس تشوف ما يتم انجازه هو بضرورة الأمر إعجاز، لازم يطلقوا ما يسمى بكنز المواهب اللي عندنا، لازم لا يحدوا من فكر يعني من هم شباب المستقبل اللي عمالين يعني يعملوا كل شيء في الحاضر، لأنهم يخشوا على بعض المراكز اللي بيديروها أو يخشوا على أسمائهم كمدربين كانوا أو لكن أهو إحنا بنبارك أهو للمنتخب، إحنا بنقول جهد مشكور، إحنا متفائل بالمنتخب يوم السبت مع البرازيل. أتفائل أن يقدم منتخب مصر عرض يليق بالجمهورية الثانية، بمصر الجديدة. كرة القدم هي صناعة أمن قومي وصناعة بهجة في نفس الوقت، هي بعد ماتش النهاردة مع أستراليا، متوقع وتتفائل بالخير يوم السبت مع البرازيل. الخير كله أن نلعب بحجم إبداعاتنا وأن نطاولهم لعبة بلعبة زي هل ما تتوقع تكون النتيجة عمل. السبت زي النهاردة؟ لما لا والله دمام. لو أطلق للشباب يد مفتوحة بعد ما قدمت لهم الدولة وبعد الرئيس ما قال أثق في شباب مصر، أعتقد أنه الحد من قدراتهم وخشية الهزيمة هي اللي تزعل، لكن إن شاء الله نلعب معهم كما لعب المعلم شحاتة مع إيطاليا ومع البرازيل، وكان شوقي واحد من يعني إدارة اللعيبة. نعم يا رب إن شاء الله جاهزة نسعد. وأنا بقول لحضرتك هيقدموا عرض يليق بإبداعاتهم وموهبتهم، إن شاء الله حاسين بالشعب انه الناس عايزه تفرح، وهيساعدونا يوم السبت، وكل الابطال اللي عندك هيساعدونا كمان في ماتشاتهم القادمه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي. طيب احنا بس كنا كمان المفروض عايزين نبارك لنادي الصيد النهارده يا جماعه، لانه لما بنتكلم على هدايه ملاك ولما بنتكلم على سيف، المصريين كلهم فرحانين طبعا لتحقيق ان احنا خدنا اتنين برونزيه في التايكوندو، لكن اكيد اعضاء نادي الصيد فرحتهم يعني مضاعفه بكتير جدا جدا جدا. طيب خلينا اقول بقى لحضراتكم انه
النهارده في كذا خبر كده توقفت امامه. رؤساء الجامعات، نظام الساعات المعتمدة الجديدة هيتطبق على الجميع تدريجيا. ده رؤساء الجامعات، النظام ده هيتطبق تدريجيا على كل الجامعات. النظام ده عبارة عن ايه؟ انت بتاخد ساعات ممكن تكسب فيها مجهودك، فانت بالتالي ممكن تتخرج بدري، يعني مش لازم تقعد 4 سنين علشان تتخرج وتاخد الشهادة، لا انت ممكن تخلص الجامعة بتاعتك في 3 سنين، وممكن تخلص الجامعة بتاعتك مثلا في 4 سنين بدل 5 أو 6. خليني أتأكد من الكلام ده ورحب بدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بشكرك بس. بشكرك، برحب بحضرتك فندم. دلوقتي الساعات اللي هي فكرة ممكن الطالب يتخرج بعد ما يخلص، لو خلص مثلا في 3 سنين الساعات الخاصة بيه ممكن يتخرج بعد 3 سنين، مش كده برضو؟ هو حسب الحقيقة قدرة طبعا المتميز اللي هو يقدر يستوعب العدد بتاع الساعات المطلوبة منه للتخرج، وده وفقا للمادة اللي اتعدلت في القانون تعديل 79 من اللائحة التنفيذية اللي قالت ان الطالب متى استوفى متطلبات الحصول على الدرجة من عدد ساعات ومن بينها الحد الأدنى كمان لعدد سنوات الدراسة اللي بتطبق للوائح الداخلية للكلية، لأن كل كلية مفروض هيبقالها لوائح خاصة بيها لسه ما اتعملتش على هذا القرار، شغالين فيها وفي كليات طبعا مخلصة. عايز أقول حاجة لحضرتك، برامج الساعات المعتمدة هي موجودة في كلياتنا بالتوازي مع برامج النظام الفصلي، يعني عايز أقول إن أصلا هي موجودة، هي موجودة بس محددة، إحنا بنعممها دلوقتي، محددة بالسنين. احنا شلنا دلوقتي موضوع السنين بس برضو وفقا للوائح اللي هي بتقول انا عندي بعد استيفاء عدد الساعات دي بس في حد ادنى للسنوات اللي بتحددها اللائحة بتاعة الكلية، يعني كل كلية دكتور محمد هتحدد ما ينفع افرض مثلا إطار طالب في اطار عام ما انا فاهم تمام انا فاهم. هل انا لو في طالب متميز جدا ويقدر يخلص الساعات بتاعته في سنتين، هل ممكن يتخرج بعد سنتين؟ لا. ولا في حد ادنى وحد اقصى؟ في حد ادنى وحد اقصى، يعني حد ادنى يعني ما ينفعش مثلا نتكلم على هندسه اللي هي دلوقتي 5 سنوات. ايوه اللائحه بتقول الساعات المعتمده لو هو قدر يخلص المواد دي في 4 ساعات أربع سنوات. يقدر يتخرج اوكي، انما اقل من 4 سنوات برضه لغايه دلوقتي هيبقى في حد ادنى بالسنوات اللي بتحدد. انما لو فتحناها ليه؟ لان في الاخر برضه خلي بال حضرتك هي القدره الاستيعابيه للطلبه يهمنا ان برضه المستوى بتاعهم يبقى الحقيقه الاستيعاب بتاعهم وقدراتهم العلميه والاكاديميه تتناسب مع المطلوب. يعني ما حملهمش اكثر من طاقتهم. نعم. وهو ده الحقيقه. طيب ده بالنسبه يا دكتور محمد لهندسه، وحضرتك قلت هندسه على اعتبار انه ده سؤال كنت هساله عن الجامعات الكليات العمليه. هل حضرتك قلته على كليه هندسه ينطبق على صيدله، ينطبق على طب بشريه، ينطبق على اسنان، ولا المساله كل لا هي كل الكليات نفس المفهوم واحد؟ حتى يعني ممكن طالب حتى كليات النظريه، الكليات النظريه، الكليات الطب كلها بيطبق فيها نفس المفهوم. أيوة. احنا عارفين ان دلوقتي على سبيل المثال الحد الادنى في الطب كام يا دكتور محمد؟ 5 سنوات. 5 سنين اللي هي وسنتين تدريب، ده اللي هو اللوائح الحاليه. طيب وبالنسبه للاسنان الحد الادنى كام؟ برضه نفس على ما اذكر نفس هي اسنان 5. انا مش قدامي دلوقتي طيب تمام التفاصيل بتاع كل يبقى معنى كل تخصص. نعم. انما هو نعم. الاخر هي اللوائح اول ما الطالب بيخلص المتطلبات الحصول من عدد الساعات اللي مطلوبه منه بعد بيقدر يتخرج ويحصل على الدرجه على طول وفقا للوائح اللي بتتقال كل نعم. طيب معنى كلام حضرتك انه هذا النظام ليس اجباري ولكنه اختياري للطالب بالضبط حسب امكانياته، وده احد مميزات. يعني خلينا اقول لحضرتك
احنا ليه الحقيقه بنشجع هذا الاتجاه في التعليم؟ مميزات البرامج الساعه المعتمده ونقدر نقول ايه بيميزها عن النظام الفصلي اللي هو المينستريم العادي. نعم طبعا الطالب بيقدر يختار البرامج اللي هو المقررات اللي هيدرسها، في مقررات اختياريه، في مقررات اساسيه، وبيتيح له ان هو والله هيدرس السنه دي طبعا في الترم الواحد 18 ساعه مثلا 6 مواد. واحد يقول لا انا مش هقدر ادرس الست مواد دول، انا هدرس اربعه بس لان انا امكانياتي انا شايف اقدر اخلص اربع مواد واخد فيها درجه عاليه. أيوة. والاثنين التانيين ممكن اضيفهم في الصيف في السمر كورس، وده برضو من الحاجات المميزات بتاعه برامج الساعات المعتمده. هي. ان الطالب يستطيع انه يدرس في الفصل الخريف. نعم. وفصل الصيف وفصل الربيع. تمام. فبالتالي بدل ما ياخد عدد الساعات اللي هي قد تشكل لبعض الطلاب عبء عليه لان امكانياته وقدراته العلميه والاكاديميه قد لا تستوعب كده، فاحنا بنقول الطالب ده انت تشيل على قد اللي تقدر تعمله. ففي طلبه تقول لك انا هاخد اربع مواد بدل الاثنين دول وهاجل الاثنين دول. طبعا طبعا دي كل طالب بيحسبها طبعا. واحد تاني لا انا هاخد ده كله بلس هاخد كمان في الصيف، فبالتالي هقدر اقلل عدد السنوات التخرج بتاعتي عن السنوات اللي هي يعني اللي هي الجاريه دلوقتي او الحادثه حاليا. النظام ده دكتور محمد موجود في الخارج، في الجامعات في الخارج من زمان. موجود حقيقة. طبعا في الخارج، وعايز اقول لحضرتك ان هو موجود برضه عندنا في الكريدت اور سيستم اللي موجود في البرامج الخاصه في الجامعات. ايوه اللي بالفلوس. نعم. موجود كمان في الجامعات الخاصه، انما احنا دلوقتي بنعممه على كل الجامعات كل الأنظمة، وبنستفيد من مميزات هذه البرامج وهذا نقدر نقول المسار الجديد في التعليم. نعم. علشان مميزاته اللي هي الحقيقة نقدر نتكلم عليها أكثر من المميزات الحالية اللي موجودة في النظام الخاص. طيب ده أنا كنت بقول إنه موجود في الجامعات في الخارج والبعض في الكريدت زي ما حضرتك قلت وجامعات الخاصة في مصر، لكن هو السؤال دكتور محمد، هل دراسة هذا الموضوع اتعملت كويس؟ بمعنى عفوا اسمح لي، يعني بمعنى إنه هل سوق العمل هيستوعب الخريجين بعد 3 سنين أو بعد 4 سنين في العملي؟ يعني دلوقتي في كتير قوي من الطلبة بيتخرجوا مش بالضرورة ان هم بيلاقوا شغل بعد ما بيتخرجوا على طول. ده مش ده، هل سوق العمل يحتمل انه انت محتاج طلبة بعد 3 سنين او 4 سنين في العملي؟ بص حضرتك، الموضوع مش موضوع 3 سنين ولا 4 سنين ويطلع لسوق العمل على طول. موضوع ايه؟ خليني بس اشرحها لحضرتك. اتفضل. المميزات الأكثر اللي ممكن نستفيد بيها من برامج الساعات المعتمدة. تمام. البرامج دي هدفها أصلاً إن أنا أعمل برامج جديدة متنوعة، برامج بينية بين تخصصات مختلفة، علشان أشوف سوق العمل عايز إيه ووظائف المستقبل عايزة إيه. نعم. يعني أحد الأهداف الرئيسية إني بشكل برامج بنظام الساعات المعتمدة إتاحة الفرصة للطالب والدارس ان هو يشوف احتياجات سوق العمل ايه، وهو ده الهدف الرئيسي من احد الاهداف الحقيقه المهمه جدا في برامج الساعات المعتمده. نعم. هو ايجاد برامج وقادره على الديناميكيه في مواجهه متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل. فعلشان كده الطالب كمان المواد اللي بيدرسها في ال4 سنين دي حضرتك هي اللي عايز اقوله هي بتجهزه لهذه النوع من الوظائف اللي بيواجه فيها سوق العمل. نعم. فاذا مميزاتها هي التنوع، هي الامكانيه الديناميكيه من خلال تخصصات مختلفه، علشان اقدر اسهل له لما يتخرج يلاقي متنوع من فرص العمل، مش مجرد انه هو بيتخرج تخصص واحد وياخد الشهاده وخلاص. وياخد الشهاده وخلاص. وانا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، احنا كمان في البرامج اللي بنشتغل عليها دلوقتي وفيها دراسات الحقيقه قويه في هذا الاطار اللي هي دراسات البرامج البينيه والبرامج بالتخصصات الميجور والماينور، يعني ممكن يبقى في معايا تخصص رئيسي ايوه وبيبقى جواه تخصصات فرعيه او تخصص فرعي.
نعم. وده معنى كده ايه؟ ان احنا بنتيح فرص اكتر للطالب وفقا لامكانياته، وفقا لقدراته، نعم، وفقا لاحتياجات سوق العمل كمان. فانا بتيح له كده بالطريقه دي فرص عمل اكتر في السوق. مش موضوع ان هو يعني ده يعني الموضوع مش موضوع 3 سنين ولا 4 سنين. الموضوع ان انا في خلال الفتره دي انا بجهز طالب او خريج باسلوب جديد يتوائم مع احتياجات الدوله واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل. هايل هايل. طيب سؤالي الأخير لحضرتك دكتور محمد، بدأت في تحديد الأسماء المنتمين للجماعة الإرهابية طبقا للقانون؟ يعني ماذا عن قوائم المنتمين للجماعة الإرهابية بالجماعات؟ هل الآلية هتتم من خلالها التأكيد من انتمائهم للجماعة الإرهابية؟ ازاي بدأت في ده؟ هو في كان اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كان على ما أذكر من يومين، وده فعلا أكدنا على هذه الآلية. وعايز أقول لحضرتك إن في جامعات فعلا ابتدت، وكليات في عندنا فعلا بناء على هذه الكريتيريا بدنا نتعامل عليها بمنتهى الجدية، وإن شاء الله قريب هيبقى في مخرجات قوية في هذا. طب بنتكلم على موظفين يا فندم ولا بنتكلم على اي حد يا فندم؟ بنتكلم على طلبه ولا بنتكلم على دكاتره؟ اي حد يا فندم، يعني لابد فيهم من الطلبه. اي حد متهيألي بيتم التعامل في هذا الاطار. تمام، بشكرك يا دكتور محمد ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، بشكرك شكرا جزيلا. نقله غير مسبوقه في مجال التمويل العقاري في مصر، دي جزئية لازم نعترف بيها ولازم نقرها. مبادرة الرئيس السيسي سكن لكل المصريين، نتكلم بفايدة 3% على 30 سنة. أنا يعني مستنية الاسماس بتاع حضراتكم وكمان الأسئلة على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وخليني أرحب على التليفون بمهندسة مي عبد الحميد رئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عزه، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الشغل عندك كتير جدا يعني باشمهندسه مي. كما وعدنا وانا عملناها، قلت لك هيكون في اعلان قريبا، وان شاء الله يوم الجمعه يكون الاعلان في الصحف، واحنا النهارده يعني عملنا بس البيان الصحفي ان احنا بصدد الطرح. أيوة. ويمكن كمان عملنا فيديوهات بتشرح اماكن الاعلان وطرق التقديم، وكل الكلام ده برضه موجود على صفحتنا على فيسبوك. وعلى موقعنا الالكتروني للي حابب يطلع، وعندنا برضه طبعا قناه على اليوتيوب فيها الفيديوهات بتشرح تفاصيل الاعلان ومستويات الدخل وكل التفاصيل دي. هاي مش مهندسة مي، أول مرة يتم إعلانين طرح إعلانين في وقت واحد؟ ولا أنا بيتهيألي؟ حبينا بقى يبقى فيه يعني ترجمة فورية لمبادرة سيادة الريس، فيعني قلنا يكون في متوسط الدخل ومحدود الدخل في نفس الوقت، بحيث يبقى نوفر فعلا سكن لكل المصريين. تمام، الإقبال أكتر من المتوسط ولا محدود الدخل؟ ده طبعا لسه هنشوف بقى، لكن يعني متوقع بناء على الطرح؟ يعني في العادي كان دايما يكون منخفض الدخل عليهم اقبال اكبر بكتير، نتيجه ان طبعا وحده متوسط الدخل اغلى شويه، بس النهارده مع مبادره ال 3% وال 30 سنه تقسيط، انا متوقعه انه في ناس كتير تطمح انها تشتري الوحده الاكبر شويه. لانه اقصاها هيبقى ميسر، وفي حدود حتى حد يعني ممكن يكون من منخفض الدخل يقدر يحصل على وحده. يلا من الوحدات المتوسطه، يلا نقول الشروط. يعني خلينا نقول طبعا سقف الدخل، احنا كنا قلنا 6000 جنيه للاسره و 4500 للاعزب. بالنسبه للمتوسط 14000 جنيه للاسره و 10000 جنيه للاعزب. سقف سعر الوحده بالنسبه للمنخفض 350000 جنيه، بالنسبه للمتوسط بنتكلم في 1,400,000. في يعني سعر الوحده 350000، سعر الوحده 350 كحد اقصى. هو طبعا احنا عارضين وحدات من 165 لحد 310، لكن احنا حاطين سعر 350، لو العميل عايز يجيب هو شقه يشتريها تكون في الرينج ده. يعني بعد ال 30 سنه دفع القسط توصل 350000؟ لا، هي 350 ده سعرها النقدي، بس بعد ال 3% على 30 سنه لا هتوصل رقم يعني تمام
يعني هنحط الفايده 3% في 30 سنه، بس زياده بتكون قليله. يعني انا بفكر حضرتك ان احنا في بدايه البرنامج الوحده كانت ب 135، النهارده ب 310 بعد 7 سنين، يعني التضخم بيبقى اعلى بكتير قوي من سعر الفايده. ده كده خلينا نقول للناس انه يعني دي فرصة موجودة دلوقتي، لانه لو حصل انه بقى فيه طرح تاني هيبقى اغلى. طبعا يعني ما حضرتك عارفة انه يعني معامل التضخم عندنا وشايفة الدنيا تحسنت، لكن احنا دايما كنا بنتكلم في نطاق 10% فما فوق، وطبعا ايام التعويم كنا عدينا 35 و40%. نعم صحيح صحيح. طيب نقول الشروط فندم بعد اذن حضرتك كده بالراحه لكل حاجه. طبعا بالنسبه لمنخفض الدخل اهم حاجه انه ما بنمسكش، كانوا ما سبقش ان احنا حصلنا على اي اسكان مدعوم ولا قطعه ارض ولا حاجه كده، ولا حتى قطعه ارض ولا اي حاجه بقى، ما هو حد تمام. محتاج مش صح. يكون اشترى قطعه ارض يعني. صح كده تمام. بالنسبه لمتوسطي الدخل ما عندناش شروط على السن ولا مساحه الوحده، احنا زي ما قلت المحدد الرئيسي بتاعنا هو الدخل، وسعر الوحده ما يتجاوزش 2,400,000. طيب اللي بيسموها الاعمال الحره، يعني النهارده يعني واحد بعت لي على الاس ام اس بيقول لي إيه، انا نجار ينفع اخد شقه ولا ما ينفعش؟ اكيد يا فندم، احنا بنقول اسمه سكن لكل المصريين، نجار من المصريين طبعا عاجبين. معلش انت عارفه الناس بتبقى حابه برضو التوضيح من المسؤول. لا طبعا ثقه. يمكن انا وضحت عند حضرتك مش متذكره ولا لا، لكن احنا بنقول انه في البرنامج من اول ما بدانا عندنا اكثر من 17% من المهن الحره، نجار بقى، سباك، عامل يوميه، سائق تاكسي، اي حق يعني. دول بقى مطلوب منهم ايه يعني غير الموظف؟ خلينا نقول غير الموظف هيجيب شهاده دخل من المحاسب بالدخل يعني متوسط دخله الشهري كام، واحنا بيتم الاستعلام عنها عشان نتاكد ان هو في الرينج المطلوب، وبرده البنك بيعمل برده تاكد من جهته. يمكن المبادره المره دي عامله يعني استرس على انه نتوسع في منح اصحاب المهن الحره، وانه البنوك يعني تطور نماذج ماليه تقدر بيها تحسب الدخل بتاع العميل، تقدر الدخل بتاع العميل عشان ما حدش يترفض يعني. طيب برضو من الاسئله، الاستلام امتى؟ احنا قلنا احنا عاملين اعلانين، في اعلان استلام بعد 3 سنين واعلان اخر استلام فوري، فبعد اغلاق الاعلان هنبدا الاستعلامات على طول ان شاء الله. طيب التسليم الفوري باشمهندسه مي بيتطلب ايه؟ هل ليه شروط خاصه؟ لا ملوش اي حاجه غير انه العميل ينتهي من اجراءات التمويل مع البنك بعد ما نخلص الاستعلام بتاعه يكون مقبول، فيعني بيخلص التوكيل بالرهن بتاعه، بينزل السندات، بيستكمل المقدم بس يعني، لكن غير كده الموضوع ما فيش اجراءات طويله. طيب احنا بنتكلم على كام وحده فندم في الاعلان الجديد؟ يعني احنا في العادي زي ما قلت لحضرتك احنا ما بنقولش اعداد وحدات، لان احنا عاده بنستوعب الطلب يعني. صرحنا اعلان قبل كده وقلنا ان احنا هننفذ 125,000 وحده، جالنا 300,000، فقلنا هننفذ ال 300,000 يعني، خلينا ما نقولش اعداد، خلينا نقول ان اللي هيقدم هنحاول نجيب له فرصه انه يلاقي وحده. طيب سؤال لحضرتك دكتوره مي، بيقول لو حد واخد قرض من بنك غير البنوك الخاصه بالتمويل العقاري يقدر ياخد شقه؟ ما فيش مشكله، احنا قلنا القسط ما يتجاوزش 40%، فلو هو بيدفع قرض مثلا ياخد 20% من مرتبه، يبقى لازال عنده مساحه انه ياخد قرض ثاني ويكمل ال 40%. طيب الاماكن فين؟ هل نقدر نعرف؟ الناس برضو مهم انها تعرف الاماكن. عدد كبير من الاماكن هي يمكن مذكوره تفصيلا في البيان، لكن يعني محافظات ابلي وبحري كلها، بنتكلم بني سويف، الفيوم، الشرقيه، المنوفيه، مطروح، سوهاج. احنا كده بنتكلم على محافظة. طب خليني اقول لك على حاجة، ما تيجي نقول محافظات مصر ما عدا يعني أسهل. انا عايز اقول ايه رأيك بالنسبة لمنخفض الدخل؟ ما فيش حاجة في داخل نطاق القاهرة، لكن غير كده موجود في كل المحافظات. بالنسبة لمتوسطي الدخل احنا عندنا مدن جديدة في نطاق القاهرة، كبرى، وعندنا العالمين الجديده. انا يعني بقول الحاجات اللي هي ممكن تبقى يعني ايه الناس مترقبه انها تحصل على وحده فيها يعني. صحيح. الاعلان ده دخله العالمين الجديد، دخله العالمين الجديده لمتوسطي الدخل ان شاء الله. التقديم ازاي دكتوره مي؟ هو الكراسات هتكون متاحه في البريد من 8 اغسطس اول اسبوع من 8 بكامل كراسه؟ 125 جنيه. 125 ايوه. والتقديم اتفضلي كمان. الكراسه بيبقى فيها اقرار وليها سيريال نمبر، وهو ده اللي هو بيستخدمه في التقديم.
في التقديم، يعني بيبقى جواها ابلكيشن واقرار بيمضي عليه وبيرفعه مع الورق يعني. وبيترد عليه في خلال قد ايه؟ بعد بقى ما نقفل الاعلان بنبدا الفرز، المرفوض بيروح له رسائل انه مرفوض، والمقبول بيمشي في طريق يعني بنبدا الاستلامات فوريا. انا قلت لحضرتك انه بالنسبه لوحدات الجاهزه احنا هنستعلم عن كله على طول اول ما نقفل. طيب واخر ميعاد امتى؟ عشان حضرتك بتقولي لما نقفل. احنا هنقفل في 8 سبتمبر لو يعني ما كانش مدة شهر اقبال مثلا يستلزم ان احنا نمد او تزاحم او كده يعني. ايوه ان شاء الله. طيب نقفل في المواعيد يعني. آخره ثلاث سبعات الإعلان رقم 14 لمتوسط الدخل منطقة العالمين، مكانها فين وهل اتبنت ولا لسه؟ لا هتتبني، ما هي كانت تسليم بعد 36 شهر برضه فهتتبني إن شاء الله. طيب. هو يتسلم بعد 36 شهر، عنده أقساط ربع سنوية يدفعها 12 قسط وبعدين يستلم. إيه معلش يا دكتورة مي، تم تخصيص وحدة سكنية بمشروع جنة العبور. تمام. التزمت بكراسة الشروط عند الحجز ولم يتم تحديد حد أقصى للسن، وعند تحويلي للتمويل للبنك القاهرة وبنك مصر تم رفض تمويلي. وانا طبعا مش عارفة مشروع جنة العبور ده حاجة شكلها حاجة قديمة يعني، بس رفض التمويل ويبقى في أسباب للرفض منطبق عليه الشروط يعني. أي. يسحب فلوسه ويقدم بقى في إعلان الجديد لو هو منطبق عليه الشروط يعني. هو ده بقى السؤال، هل من حق ناس زي دي انها تقدم في الإعلانات الجديدة ولا في الحالة دي تترفض؟ طالما لم يحصل على التمويل ده كلام مهم، من حقه لو الشروط تغيرت وبقت تنطبق عليه. ده كلام مهم يا جماعة أرجوكم، علشان الأسئلة دي بتجيلي كتير. اللي قدم قبل كده وحصل على شقة أو أرض ملوش إن هو ياخد في المشروع ده أو في الطرح ده. اللي قدم قبل كده واترفض أو ما جالوش رد من حقه إن هو يقدم تاني. أنا بتكلم صح يا دكتورة مي؟ طبعا يا استاذ عز كلامك. طيب تليفون اخره 381 لو زوجي اجنبي وانا معاش مبكر وباخد 1400 جنيه، ايه الاجراءات للتقديم؟ لا مفيش مشكله، هي تقدم باسمها هي وهتقدم ورق المعاش، وفي تيسيرات كمان موجوده للمعاش يعني، مثل المبادره دي البنك المركزي كمان كان يعني كريم الى اقصى الحدود مع المعاشات بالذات، وقال انه ممكن نمد التمويل حتى 75 سنه. طيب تليفون اخره 126 59 سنه لو قدمت الان في المبادره ادفع كم في الميه مقدم والقسط هيكون على كم سنه وشكرا. لو هي وحده جاهزه احنا قلنا ان المقدم هيبقى 10% والباقي هيبقى على تقسيط على 30 سنه، وفي الدعم النقدي طبعا على حسب مستوى الدخل. طيب. مستوى الدخل بتاخد دعم نقدي بيتقسم كمان من الثمن. طيب التليفون اخره 880 شركتي قطاع خاص لا تقبل اعطائي مفردات مرتب، ايه اعمل ايه علشان عايزه اقدم في المبادره، ماذا افعل؟ لا ما فيش حد بيرفض اعطاء مفردات مرتب، ما كل الشركات بتدي يعني طالما بيعمل يبقى يجيب مفردات مرتب يعني. طب مشكله يعني لو حاجه زي دي اعتقد ان فيها صعوبه يعني، احنا عندنا كم غير عادي من شركات القطاع الخاص. ايوه طيب تليفون اخره 710 مدينه العبور الجديده من 2018 اعلان عاشر ما فيش اي جديد مع ان تم دفع المقدم والاقساط في تاخير في الاستعلام في الانتهاء من المباني. ما لحقناش يا فندم، ده هو ميعاد الاستلام يا دوبك، احنا قلنا انه هنبدا بعد 30 شهر يعني نبدا اعتبارا من شهر يوليو السنه دي يعني. أيوة. ومش كون الاعلان هيتسلم في شهر واحد يعني في شهر يوليو يعني. الاعلان العاشر موعد استلامهم يبدا من شهر يوليو على يعني على 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 مدار بقى ال 12 شهر الجايين، فان شاء الله لسه العبور شويه قدام حوالي مثلا 6 شهور على الاقل قبل ما نبدا الاستعلامات. تمام. ده مش متاخر يعني. تمام. عايزه اقول لحضرتك تقولي ايه للمشاهد دكتوره مي فيما يتعلق باللي انا هقوله ده. انت عارفه عندنا نسبه، انا ما اعرفش طبعا الحكومه حسباها او عندها احصائيه بده ولا لا، عندنا نسبه كبيره قوي من الناس، انا ما اعرفش النسبه دي كام، بتتعامل بفكره الايجار الجديد. ايجار الجديد دي الناس بتدفع فيها مبالغ كبيره يعني، بتجيلي دايما شكاوى كتير تقول انا ظروفي كذا 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 ومكسور عليا الايجار والراجل صاحب البيت عايز يزود عليا و و و. احنا بنتكلم في نسبه كبيره من المصريين بتتعامل مع الايجار الجديد، تقولي لهم ايه في فكره انه القسط على 30 سنه؟ هل ده اضمن بالنسبه له؟ هو برضه بيبقى خايف انه يتعصر. هو يعني احنا بنقول قسط ثابت على 30 سنه 3% متناقصه، هيبقى اقل من الايجار الجديد، مفيش ما بيزيدش عليه بقى كل سنه مبلغ، ولا هو عقد محدد المده بعد السنتين ثلاثه يقول له لا خلاص انا مش عايز اجدد
او عايز اجدد بمبلغ اكبر كتير. احنا بنتكلم في قصة اقل من الايجار الجديد بكتير يعني. احنا مش ضد الايجار الجديد طبعا، في بعض طبعا ظروفها ما تستلزم انه يأجر لانه مش هيستقر في هذا المكان مثلا صحيح. فترة طويلة ظروف عمله كده، لكن صحيح. في النهاية لو انا مستقرة في مكان ويبقى انا الافضل لي لو انا اقدر يعني احوش المقدم ده، وبالذات ان احنا يعني بنقسط المقدم كمان في المحاور اللي هي التقسيط على ثلاث سنين دي، اللي هي اللي بنقول هنسلم بعد ثلاث سنين، فالافضل ان هو يعني يحاول يدخل في هذا، فيها استقرار اكثر يعني. تمام. تقدير حضرتك ايه بخبرتك، هل الاقبال هيكون اكتر طبقا للشروط على محدودي الدخل ولا على متوسط الدخل؟ على متوقع اقبال جيد او اكبر من العاده على متوسط الدخل. على متوسط الدخل ليه؟ عشان الاماكن برضو مميزه بشكل يعني جيد، الاسعار كويسه قوي. مع التقسيط على 30 سنه هتبقى الارقام قريبه من اقساط محدود الدخل الاوائل القديمه يعني. ايوه. التسليم بيكون ايه، متشطب ولا بيكون ايه دكتوره؟ كامل التشطيب يا فندم، والمبادره بتشترط كامل التشطيب. كامل التشطيب. بشكرك، بتمنى لك التوفيق وموفقه. تحياتي ليكي دكتوره مي عبد الحميد، رئيس تنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وردينا على اسئله كتيره جدا كانت لي حضراتكم. كملوا معانا، اللي عنده اي اسئله على الاس ام اس او على صفحه البرنامج هنرد عليك، وهنتواصل مع دكتوره مي عبد الحميد. هي الاخير، هي الحقيقه ما بتتاخرش على البرنامج في اي تساؤل او اي توضيح. في بس موضوع عايز اقول لحضراتكم عليه، انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس هي كده لانه ده واقع يعني اللي بيحصل او اللي حاصل ده، لازم اقوله لكم علشان تاخدوا بالكم. هتكلم على درجات الحرارة زي ما بقول حضراتكم يعني متوقعين، بس الحقيقة ناس كتيرة كانت شايفة كم يوم اللي فاتوا انه الجو كان حلو جدا، بس اعملوا حسابكم اشربوا سوائل كتير، درجات الحرارة الاسبوع اللي جاي هتعدي 40 درجة مئوية. موضوع تاني هنتكلم فيه، بس خليني طبعا لازم نغطي ونقول لحضراتكم الموقف ايه في تونس، لانه الاحداث متصاعدة في تونس، والأزمة في تونس، القضاء بيحقق في شبه التلقي ثلاث أحزاب أموال أجنبية، وأيضا تونس أطلعت مصر والسعودية والكويت وتركيا على آخر تطورات الوضع في البلاد. بنتمنى للشعب التونسي كل الهدوء، بنتمنى له الاستقرار، بنتمنى من الشعب التونسي، وشعب مثقف على فكرة، تونس من البلاد اللي سمعتها في الثقافة وفي التحضر عالية جدا جدا، فنتمنى له يا رب كده الاستقرار بأسرع وقت ممكن، والالتفاف حول رئيسهم الرئيس قيس سعيد. خليني أرحب بالمحللة السياسية التونسية الأستاذة نورة حفيظ. مساء الخير أستاذة نورة. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أهلا بك، سمعاني كويس؟ أيوه. طب أيه تمام. طب الحمد لله، برحب بيكي، وقولي لي وطمنينا على الشارع التونسي، وطمنينا على اخر التطورات في الشارع التونسي، تفضلي يا فندم. اهلا وسهلا بيك وبكل متابعين البرنامج. الحقيقه استاذه عزه، قرارات رئيس قيس سعيد هي فصل مرحلي جديد في تونس، وهو مخترق طرق نبحث فيها عن الاستقرار بعد 10 سنوات من الثوره، نرسم به طريق سلام لم شمل ونداوي به جراح الماضي خاصة. نعم. لكن للأسف أنه برشا ناس تنكروا في المرحلة هذه وجاءوا ضد هالقرارات، ولو يروا أنه ما يحصل في تونس هو انقلاب على شرعية البرلمان المنتخب والمسار الديمقراطي في البلاد. أنا مش سامع حضرتك للأسف كويس، معلش ممكن حضرتك تعيدي الجزء اللي فات تاني لاني مش سامعاكي كويس. الو، لا خليها تكمل بس معانا استاذه نوره. قطع. ما سمعتش للاسف استاذه نوره، ويعني مستنيه اذ ربما يمكن الصوت يبقى اكثر وضوحا يعني. طب نحاول نكلم تاني يا استاذه نوره حفيظ المحلله السياسيه التونسيه، ونشوف اخر تطورات الموقف ايه في تونس. و دايما بقول نتمنى الهدوء للشارع التونسي، الاستقرار للشارع التونسي، انه ارجوكوا حافظوا على تونس، ارجوكوا حافظوا على تونس، خدوا بالكوا علشان ما تتخطفش
تونس منكم وانتم ما صدقتوا ان انتم تتخلصوا من اخوان تونس. عايزه اقول لحضراتكم على حاجه ليها علاقه بالترند، بس انا يعني شويه كده محتاجين ننتبه. خلي بالك من مراتك، ده ترند بقى كم يوم شغال، القلش زي ما بنقول شغال على فكره العنف الزوجي. الست اللي قتلت جوزها والراجل اللي قتل مراته، وناس كتيرة بتتكلم في الموضوع وتقلش عليه، وبوستات وتغريدات وتعليقات بشكل يعني لازم يخلينا ننتبه يا جماعة. حتى الهزار لحدود، انتبه، لأنه كل اللي حصل على السوشيال ميديا ديك إحساس بأنه إحنا بنتكلم على ظاهرة في المجتمع المصري، وده مش صحيح. الترند خلي بالك من مراتك، الهزار لما احنا نبقى مش عارفين ابعاده ايه ممكن يعمل مشكلة. يعني حتى الهزار فيه مش صح الجزئية دي. تعرفوا ليه؟ لانه بالتأكيد الواقع مختلف. الحوادث دي على فكرة بتحصل كتيرة جدا جدا، وبتحصل من زمان قوي، بتحصل في مصر وفي غير مصر. فكرة قتل الزوج لزوجته او لزوجها او الابناء، المساله دي على مستوى العالم ومش اول مره تحصل. احنا 100 مليون يا جماعه، اكيد في ناس بتغلط، ده طبيعي، لكن ده مش معناه ان دي ظاهره. في ناس خدتها بانها دلوقتي يعني تقول ليه الناس خدت بالها دلوقتي من الموضوع ده وحولت كل الحوادث لقتل، لانه بقى في حاجه يعني السوشيال ميديا شغاله وبتغذي بحاجات كتيره، واحنا بنحب الهزار، فممكن بوستات كتيره قوي راحت في السكه دي من باب الهزار. لكن ما ينفعش حادثه واحده او يعني حوادث قليله تبقى دي سمعه 100 مليون. خدوا بالكم، لانه التفاعل كتير، واللي بيعمل لايك وشير وعلشان يبقى ترند خد بالك، لأن ده يعني مردوده مش حلو على المجتمع المصري. أنت بتساعد في تصدير صورة مش حلوة وصورة مغلوطة عن المجتمع المصري. يعني للأسف بعض المواقع المعادية لمصر زي الجزيرة خدت الكلام ده وقالت العنف الزوجي، بتناقش الموضوع ده، العنف الزوجي في مصر هو الطريق إلى الخلاص، وإنه المجتمع المصري بقى يميل أكثر للعنف وللقتل. ده مش حقيقي، لازم ننتبه، لأنه مش هو ده المجتمع المصري. مش عايزين المسألة الهزار تاخدنا قوي فيما يتعلق بحاجات ليها علاقة بسمعة مصر، سواء على الرجل أو على المرأة المصرية، لأن ده زي ما بقول لحضراتكم بيشتغلوا عليه قنوات ويتعاملوا على أنه الترند ده أمر واقع وظاهرة في المجتمع المصري. فكرة العنف في المجتمع المصري، فكرة قتل الأزواج لبعضهم في المجتمع المصري، ده بيتصدر بره وده بيكتب عنه بره، وده حتى في التقارير الخارجية بينعكس علينا كسمعة بلدنا. فيعني المسألة في الهزار لازم تكون ننتبه، يعني أرجوكم انتبهوا، لأنه في النهاية ده في النهاية بيسمع في سمعتنا هنا كمصريين على مصر. بشكر حضراتكم، أشوفكم السبت إن شاء الله مع تحياتي عز مصطفى، ولكم التحية.